ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى ربنا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فوتنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون صدق الله العظيم جزاكم الله خيرا الله دكتور محمود ادخل على طول ورا بعض طب لما يطلع يلا طيب خلاص لا لا لازم خلاص ما انت كل لازم الاحكام يعني خلاص اديها ايدينا دكتور حسين اديها ايدينا وبعد كده دكتور شعبان لا ليه انا عارف فكرنا المشايخ مش حجه علينا انا عارف ايه يا عم القران المسلمين كلهم انا عارف منكم مفاجاه احمد نعينا الشيخ في مفاجاه ليه بصينا مثلاً فاضع عيال من يشهد أنا أشهد فأنا صليت وراه كان صلاة العشاء تقريبا كان ما شاء الله 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 تعالى يميز أهل مصر بأصوات مزية لذلك الثبات عندهم
يعني كان أن واحد يمضي الفلفل في لأهل الهند كما قال الشيخ مصطفى بن سعدي، ألف كتابا للشعر الفارسي، قال أن أمضي هذا الكتاب إلى أهل الفرس وهم أهل اللغة وهم أهل البيان في هذا، ومثلي كمثل ما يبدي فلفلا لأهل الهند. الحمد لله. بالسلامة إن شاء الله. الله يخليك، ماشي شكلك. قبل اروح البحر. وين؟ هو كمان طالع بفوق. سوري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم. مرة شيخ الله ما يسمعنا ما عرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق مبطلنا تشتري خلاص قلنا 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 قلنا
والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود محمد رسول الله والذين معه أشداء أراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها
قدموا بين يدي الله ورسوله. واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من
ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق الله. دور كمال ما شاء الله. الصوت الجديد. لا هو بسم الله الرحمن الرحيم ممكن اشارك في جنس ما وجدت فيه. انا لا احسن ليس صوتي حسنا يعني. ده صوتك بسم الله ما شاء الله ده صوت القران يعني. بس اللي انا احب اشارك فيه ان محمود قرأ لنا من سورة الممتحنة الفتح الحجرات أي الآية التي تدعو الناس إلى التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم رفع صوت الناس على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. والمراد برفع الصوت هنا أن يعلو صوت الإنسان على صوت محدثه، وهذا هو المعنى الأولي المفهوم. لكن هناك معنى أعلى من ذلك، وهو معنى أن يجادل الإنسان في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه التي هي من القرآن الكريم ومن الله سبحانه وتعالى، فيدلي برأيه فيها، وهذا من رفع الصوت أيضا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكان القرآن كله تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي ندائه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينادى في القرآن الكريم باسمه العلم مطلقا، وإنما ذكر في الأخبار فقط في الخبر عنه محمد رسول الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فقط ليتميز باسمه العلم هذا ليعرفه الناس بأنه النبي الخاتم الذي أرسل إلى الناس في آخر الزمان. أما نداءه فلم ينادى إلا بيا أيها الرسول ويا أيها النبي ويا أيها المدثر ويا أيها المزمل، هي أربع نداءات وردت في القرآن الكريم فقط للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينادى بغيرها. وكل نداء من هذه النداءات هي تكريم وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن بقية الأنبياء نودوا بأسمائهم الأعلام الشخصية، قيل يا نوح اهبط، يا موسى ومعظم الأنبياء نودوا بأسماء ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. كل الأنبياء نودوا بأسمائهم الشخصية إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وتكريم له وتعظيم له صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. يلا لا معلم اللي هو
عدينا على السطر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس ما سائق وشهيد لقد كنت في غفلة هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلهًا آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد فتح الله عليك خش المركز على طول مركز الحفاظ مركز الحفاظ على طول نروح لكم فين يا محمد لا بسم الله ما شاء الله ما يفتح عليك بمناسبة المركز الحفاظ يعني احنا مش منه اي لا انتوا بتركز فين الدكتور محمد رفض الورقة اللي احنا بعتناها له بصفته ان هو ما هوش رئيس الحفاظ هو نازل في المنشور اي الدكتور مالك هو حصل الله قدرك ايوه ولو يعني ممكن العضو يكون احسن من الرئيس يعني هو ده اللي بيحصل في الغالب يعني يعني هو ده الغالب يعني الرئيس ما هو الا منظر يعني عايزين نفعل الموضوع ثلاثة ما شاء الله يعني عايزين ايه تاني؟ ثلاثة أربعة ها؟ أربعة هو الدكتور أبو عظيم معاه الدكتور أبو عظيم بصفته المتطوع ولكن مش بصفته الرسمية الصفة الرسمية الدكتور محمد الدكتور حسين الدكتور مالك وبعدين هو الدكتور عبد الهادي بالغلط بعد باسم الدكتور محمد عارف وقلت له يعني تمشي يعني مش مشكلة هم الثلاثة في المركب سوا ويا ريت الموضوع يفعل يعني أمس بالمناسبة في طلبة مقبلة على الموضوع العميد في مجلس الكلية
تكلم في هذا الموضوع واكد انه ضروري يتفعل. واليوم اناقش الدكتور مالك، كان احنا جاهزين ان شاء الله تعالى. فالمقترح انه كل عضو من اعضاء التدريس لديه اولاده نسجلهم ناتي به، وثم يتم اختيار وقت ونتوكل على الله. يعني فتره مسائيه، ومش عايزين طول الاسبوع ولا حاجه، لان انا عارف ان انتوا عندكم يومين او ثلاثه بالاسبوع، ما في مشكله. خدمة مجتمع من جهة ونصب في الكلية كويس. كل واحد ينسب الكلية. حاجة لله في الأول والآخر. لله يعني. كل واحد للكلية ولا الكلية وخارج الكلية؟ لأبناء أعضاء التدريس. بس هو اللي بتاع التدريس ينسب للكل. للكل. مفعل للكل. كلية. للي داخل الكلية ولا أعضاء. ولأبناء أعضاء التدريس. احنا كان اقتراحنا أبناء أعضاء التدريس لازم هو. أول لجنة دي. مش لاقيين مكان يعني مسجد مروش ما يعني. ما في قاعده هنا استنى لا في يوم مستنيين ما نقدرش الجوله دكتور مالك يلا ابدا السلام عليكم انا في يدي كده لما يبقى مع الله ينور عليك من قبل ما انا لا 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 جرب الاول شوف جرب ما ينفعش اصل في ثلاث شفات كانوا قاعدين شغالين والله مين معاك هي لا ده جامد هنا لا ازاي ده هو اللي عامل الازاز كله يا انا مش اشتغلت انا صبي هم لك الدكتور سؤال الطلبه اللي في رسالات كلهم عايزين احنا طلبه من الدفاع الاهلي ان هم يسجلوا ده المفروض تخلوه جزء واحد ونزل اعلان يا دكتور محمد ايوه انا نزلنا على ده وطرحنا الدكتور محمود هي دي ام علي بيه تصديف اصلا ام علي سبعه ام علي بيه انا اصلا هو مركز ام علي بيه مولانا المفروض قبل ما تكون هتعرف موضوع الليلة على بقى اللي هم بدرس الاب بيه يعني اللي بيخصصوا لينا لأولادنا يومين او ثلاثة دكتور يحيى عنده ثلاثة اه دكتور يحيى عندي محمد هو عندي محمد نسأل عن محمد ولا عنده استعداد محمد ومحمد احمد ومحمد طب ايه رايكم نبدا نسجل اسماء غدا كل شخص لديه اولاد نمر على الدكتور اما محمد دكتور محمد او دكتور حسين بالاسماء في ورقه وينزلوا في كشف كامل ويتم اختيار وقت ويتوكلوا على الله بسم الله بس لازم هم اللي يقولوا مش احنا ما هي نحن نجيب الاسماء تمام ونشوف كم العدد الموجود ثم هم يشوفوا الوقت المناسب اوصل 15 واحد بشكل ده دكتور عبد الله اقل شيء ده كويس جدا يعني اعتقد برضه الدكتور حميد يعني اولاده هيحتاجوا برضه ولا ايه طبعا يا دكتور اكيد ده حاجه